واحد بيقول محتاج حل ضروري لان بجد تعبت. انا راجل عندي 36 سنه متجوز من 4 سنين، عندي ولد ما شاء الله. مشكلتي ان انا مش بعرف اتعامل مع مراتي خالص، هي محترمه وجميله وكل حاجه، بس ساعات او اكتر الاوقات بكون قاسي جدا معاها، مش بغلط بس بعلي صوتي، بتعصب عليها دايما، بحس ان انا كاسر نفسها وكاسر خاطرها، مش بعرف اتعامل عاطفيا خالص، مش بعرف اطلع مشاعري، يعني مش بعرف اقول كلام حلو، كلام حب. هي طلبت ده كتير بصراحه، بس انا مش بعرف. حتى حسيت ان هي ملت وبدات تتغير معايا، انا بحبها جدا وخايف ان هي تسيبني. انا والله نفسي اتكلم واعمل كل اللي هي نفسها فيه بجد، بس محتاج حد فاهم يقول لي اعمل ايه. مش عايز بيتي يتخرب لانه واضح ان هي بدات تقفش جامد. نقول له ايه حضرتك؟ ثانيه واحده، ده انا حاسه ان دي حدوتك امين، مش حقيقيه، مش من قبل الواقع. ست متخفيه في صوره او في هيئه راجل وبعتها لنا. هو حضرتك عندك 36 سنه ومتجوز بالفعل، وبتشتكي من نفسك ان مراتك بتشتكي ان انت عنيف معاها وبتزعق، وايه فين المشكله ان انت تغير ده؟ يعني فين المشكله حضرتك؟ انا مش فاهمه هو عاوز ايه. انا مش قصدي ابقى يعني على فكره هجوميه او شرسه معاه، بس انا حاسه ان هو اللي عامل مشكله من لا شيء. موضوع التعبير عن النفس ده، او ان الواحد يعبر عن مشاعره او يتكلم او يعبر عن احساسه، دي مساله لو مش موجوده عندك نتيجه التربيه او نتيجه النشاه، فدي ممكن بتيجي بالتدريب زي الجيم بالظبط. درب نفسك عليها. لو ما قدرتش تعمل ده بشكل فردي، روح لحد متخصص يقول لك، او تجرب انك تعبر عن مشاعرك. هيقعد يسالك وتقعد تتكلم معاه، فهيفتح الصندوق اللي انت قافله بضبه ومفتاحه مضيع المفتاح ده، هيفتح. فاول ما تلاقي نفسك بدات تتكلم، فتلاقي رد فعلها اتغير، فهتبتدي رايح جاي الكلام، هتظبط الحكايه. وبعدين خلي بالك هنا متجوز من 4 سنين وعنده ولد، معناها ان الولد بنتكلم في 3 4 سنين برضه، فهنا معناها ان ابنك يطلع نسخه منك، لانه ما شافش حد بيعبر وما شافش كلمه حلوه، يلحق يطلع مشاعره جافه، يلحق نفسه بسرعه. مش لازم يقول كلام حلو واشعار، طبطبه من القلب هتوصل لها. حضن كده فيه موده وفيه رحمه وفيه سكن هيوصل لها. وطبعا قبل ده كله ان انت تحاول تتحكم في اعصابك، وفكره انك بتزعق زي ما انت بتقول كتير او بتقول كلام صعب، لا دي مش محتاجه. يعني روح لدكتور ماشي، بس هو انت عارف المشكله، ودي اهم حاجه في العلاج انك عارف مشكلتك، ابدا بقى عالجها. تمام، اتمنى يكون سمعنا يا رب، او تكون سمعانا والله اعلم.